كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. المشاكل ديال المعبر ديال باب سبته اثرت على صعيد ديال زياد ديال طنجه تطوان الحسيمه، لان المشاكل اللي كانت كتعرفها معبر باب سبته هي مشاكل كثيره اللي حدثت في السابق من وفيات في المعبر، اللي يعني فات العدد الوفيات ستة منتهينات ديال التهريب المائسي، مشاكل ديال الاعتداءات اللي كانوا كيتعرضوا لها سواء من الجوانب الاثنين، سواء من الجانب المغربي او الجانب الاسباني، تمزيق ديال جوازات السفر واهانه العابرين ديال المعبر من طرف الجانب الاسباني. هاد الانتهاكات الحقوقيه اللي عرفها المعبر، اللي استنكرناها واللي حاولنا اننا نوصلوها للمسؤولين القائمين على التدبير ديال المعبر ديال باب سبته. المواطن اليوم في العمله ديال المضيق في النضاق اصبح بين سندان الفقر ومطرقات الانتظار، انه اصبح ينتظر ويترقب الى اين ستصل الاوضاع في الاقليم. الاوضاع اصبحت مخيفه، لان معبر ديال باب سبته كان يتوجه اليه يوميا الاف من الساكنه، ليس ساكنه مدينه الفنيدق فقط، بل ساكنه عماله مضيق الفنيدق، مضيق مارتيل وجماعه القرويه العينيين وبليونس. اليوم اصبح الكل يترقب، لان كان ذلك الباب هو المورد، يعني هو المورد الوحيد للقوت اليومي وللرزق ديالهم، اللي كانوا يقتاتون عليه ويحاولون انهم يدبرون حاجياتهم البسيطه من ذلك الباب. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.